بسم الله الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. درسي لبات ومحو هاي كاميد درسي عشر رد أنك شرحيني كتابك النخبة الفكر درسي سدحات في لا عفوا ودرسي سدحات oo muxuu ahaay marka muqaddimada lagu daro waa 10kii ama darsiga 3aad weeyaan muqaddimada 10ka koobaad aha halin muxuu 10ka labaad caawan waa 10kii 3aad weeyaan oo min kitab nukhbat al fikr darsiga 10ka 10keen caawu wuxuu ka koobin yahay mas'alada ugu dambeysay ee mutawaatirka markan ka hadlayne faqaraadkiisa mid ugu dambeeyay oo ahayd maada yufid al hadith al mutawatir hadith mutawatir kuma da muhim faa'iideenaya ilmigu faa'iideenaya waa ilmi nooce taasan insha Allah 10 ka xali aan ugu dambeeyay taasan insha Allah ka bilaabina kidibna waxa ugu gudbi doona hadith al ahad ahad kan taariifina doona kadibna muxuu ahaay anwaac diisi aqsaamtiisa ma sheegi doona intaas uu 10keen caawu ka koobnaani doona hadii aan ku yar laabana darsiga xali waxaan sheegnay in khabarka uu qaybsamahay horta khabar oo aan taariifin maxaa jira khabar ya khabar maxaan ku taariifin sidda qowl baa ku jirta muraadif lil hadith inuu yahay ايوه الخبر ما جاء عن غير النبي صلى الله عليه وسلم حديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصه ها ايوه عموم وخصوص وحا المحدثين تقار اي شيئين الحافظ بن حجر وحو ادورته يريدن هلكان خبر انه استعماله ماها انه مارتي رايغا خبر انه عام سينها انه قبائه وحا لغا يابا يريدن انو فيريي ما دام او خبرك dadka qaarna jumhur ay qabaan jumhur muhaddisiin ay qabaan muraadif lil hadith qaarna ay qabaan gair lil jumhur ay qabaan in muxuu ahaay ma jaa an gair nabi sallallahu alayhi wasallam oo mawquufaatki marfuuya maqduucaatki ay kala jeedaan wuxuu lafdi khabarka labada qolob soo u jamciyo labada qolaba soo u jamciyo jumhurtu oo tiri waa marfuu hadithka marfuuca iyo ma cad jumhur oo yiraadeen ayakana muxuu aha wixii marfuu min wax ka soo haraali ra mawquuf iyo maqduuc sub lawo u jamciyo ayuu maarta khabar u isticmaali bay muhaddisiin taqaar ay sheegeen almuhim khabarka markuu ka ma qaybsama markaan yaani ka feerana bi i'tibari ta'addud raqam bi i'tibar wusul ilayna ma qaybsama mutawatir iyo ahad oo qaybsama tayib mutawatirka wa ta'rifni xaq luqad xanu nir التتابع حق اصطلاحنا اي عدد كثير اها لا تواضع وتافع عنك اها طيب شروط دي سبحانه شقني افر اي شرط كوبات عدد كثير انه وريه اها وين عدد وين في جميع الطبقات السند انه يشير سدح اي بين يعني استحاله تواضع وتوافق عليه استحال العادة توافق وتواضع استحالة التوافق التواضع والتوافق على الكذب استحالة التواضع والتوافق على الكذب ها عشان ايوه انا محوها هاي وحي عسكن هايان مستند خبري منو يهي محوها هاي الحس او حابها يا وحي امور عقلية وحويان محوها هاي الواحد النصف اثنين عمل هي امور عقليه تاسكله تابحيس طيب وحكى لهم شيقني ان متواتر كان وقيب سماي هي معنوي و لفظي وحالي رادا ميدك الفاظ دي ساي اي تواترته سوا فقد حديثك وحن كو مثالني من كذب علي متعمدا ها كان كلا ما معني اسمك سوا فق ما معني اسمك سوا فقين والفاظ دي ساي سوا فقين محانهم كنت مثالني حديثك شفاعة يو حديث لورا ما نكون شفاعة يو قصيدة حاتم طيب انت اكيد
متواترك محو فائدة إياه حديثك هو متواتر مكلي راعي محو فائدين هل كاسم محوها نوجه وملينا درسي إن عاصمة طيب وحير مؤلف رحمه تعالى فأقول حان ليه هبير الخبر خبرك تعريفه إما أن يكون إنه يا خبرك له منذ أخصنا خبرك طرق طرق مسانيد بلا عدد معين تركه من آن لهن تر معينة أسانيد آن لهن خبر كنو يهي إنه كو مد له مد أسقناتين يهي ومرك محن قنا يا متواتر أو مه مع حصر بما فوق اثنين اللبا وحكبة ذن مد له كوي إنه يهي يعني مد أسقناتي مع حصر أو مع حصر بما فوق اثنين اللبا وحكبة ذن مد أسقناتي إنه يهي لابا إيه وح كبدا ميان لنا مس لابا وح كبدا لابا وح كبدا صح لابا وح كبدا معايل مشهور كعكب لابا نايا سدح مركو أنا ترى لابا وح كبدا مركو حاليا با مارت مر مر قار إنه سبق اللسان حاليا قرطان لا يا لابا إيه وح كبدا دان لكن معايا صحة لابا وح كبدا لابا وح كبدا أيو كبي لابا نايا كاسنا أو بهما لابا يعني ويحلوكو بإنو يهي لا ويحلوكو أنا محنو قنايا عزيز كنو قنايا أو بواحد هل ويحلوكو بإنو يهي أو غريب كي أمركا نقنايا فالمتواتر متواتر كي فالأول ميت كورده فالأول ميت كوباد المتواتر متواتر ويان وحديثك متواتر المفيد فإذينا للعلم علم فإذينا اليقين علم يقين بفإذينا بشروده عينك فإذينا أم مع شروده شروده يعني في تانك هذا وأفسد اللقبة أيو كفى إذينا يا طيب شروط وانصار شيء لكن مهمة وحوي هل كان هنا إشارنا علم اليقين محليلا أرتع حي شيء جا علم شيء إن أوجات حقيقة هن إن أوجات أنا أوبهان تاي أو إن تكون قناعة أنا أوبهان تاي لبويان شيء إن البحثس أو البرت أو التطبع ده كأوبهان البحث والاستدلال شيء كعجبهن إنه يه كامرك وحوي إن شاء الله متواتر لو ما الله والنوع ما ندونا ميت كل بعد وعلمي شيء إنه معرفتي علمي أو بحثي عن أبهنين أو ضرورية أو محو هاي ست يعني طب أو حقيقة أو محو هاي أو توسع إن أضرميس أتكو قصبنته أتكو قصبنته إن هذا أضرميس واحد سئت كود ديد كرتنا ما وشرت حتى هذا سكود ديد من ديد كرتت مركو أكو قسم أنت إيه إنا ترميسك علم وسحال يا علمي ضروري أه أو يقيني أه سيب ضب إنا أرميس أو محوا هاي أد مارت السح يعني أد محوا هاي أد كشك إنه أكو قسم أنت محل دي إنا مركو أد أتكو قسم أنا وحكينا هاي نسدح أرميد متكود كو إن حواس الشنطة إن هرت الشيء كوقات حواس الشنطة إن الشيء كوقات أو حواس الشنطة قرني سما إن ده إن ضاركت وحنا وبر وأدو أجهد ماها مسكر على عيني كرتت سما وإنه بر تهي أذاب أجهد ماها وح مسكر على عيني كرت ما طيب إيه وح أضمقش ودق هذا كمغليسي كأين أترميستن أترميستن وتقصبنته وحاكلا الصهري ويحي أدى دميس أو عرب كتكو قرات كليل يقبو أما محوها قرار معان إن أضمارتي أتكال مشكيا كاقلها مركا دي دميس وحاد أغاتينو معايا وقرار مسكر لادي عين كرتا وكو قسمان تاينو قرار إنو معايا هاي شيقة مركا دي دميس وحاكو صبعينو معايا معان لماذا إن أتكو رميسة وكو قسمان تاي معايا لي واحد كو ديد كرتا ما وشرتبا وعكوس هاري شيء جئنات أورسة إنه عارفها إنه أورهاي وحيالها ساكمدة وحاكوس هاري إنه تعبت قبو يو كليل هدي أتعبت واتقرن كرتا إنه هاي إنه أدمارتي إن أتكل هاي إنه قبوية واتقرن إيسا مركا مركا حاوية مركا إنت تعبت إنه قبوية كوسة بحدة وهو قصبنتا إنه رميسة ودع تقاديسة واتقلبي قشت إنه مارتي قبوية هات حواس الشنت واحد كوقات إن الترميسورت وقصبنته معكوس هاري إن الشيء قدرين أتكوقات ومحاوي شيء قدرين كوا محي إن المرك أو منته أكله إن الباهنته أكله إن المارتي يعني قبود دريميسة
يعني هذا اسك سعدو جوي قبوقي ام كوليلك ادرين تعمل تاس مخو هاي وا شي ها ادي ادريم كارت قف كار اسن كل دريمين انا اومنت هاي ادي او دريم هاي انا باهنت ادا دريم انا درغنت ادا دريم هاي تاس مركو سو كوم قسمين ان ترميز سيده تذكر رمينيسا سيد كديد كرتنا ما وجرت واكو قسمنت طريقه سدحات وحاويا طريقه وتهن حنا حواس الشنطه يو شعور ان شيء قد درنت كسدحات وحاويا انه مارتي نقلي فربان انه كو سو غاره ومثلا قضيه معين او دعدي ايا وحاويا ضد فربان كاغي ما كا سو ورمي سدا سي ودعدي بي كيرهدن كو كدبن كو كلا با هدن كو شيء كو كدن كو كلا با كو شيء كو كل و خي دوه سوافقين رغي qadiida marka qadiida nooca sokolota oo dhacdi oo intaas oo umad ee laatameen sudame 400 kumanaal ay maartay ay dhamaanto isku raaceen oo muxuu ahaay in muxuu ahaay dad kala duwan ay yihiin oo in haddii xaqiiqo isku soo naqliyaan soo naqleen hada inaad sidaas ku rumaysaa waad ku qasbantahay sooma inaad sidaas ku rumaysaa waad ku qasbantahay waxaad ku diid kartana ma u jirtaa adiga muxuu ahaay hada diida hada waxa weeyaan wax kala oo maartay aad ku qancaysaa ma walaa marka aqal ma leen noqonaysaa marka waxa weeyaan saddex taasba waxa weeyaan waxay ku qasbayaan shayga inaa he si dab ah aad ku rumayso oo na diidan waxa weeyaan waxa waasta shanta iyo shucuurka iyo muxuu ahaay naqliga mutawaatirka ee faraha badan saddexda shayga aad ku ogaato waxa weeyaan inaad rumayso oo cilmiga noocaas oo kala taad ka heshay saddexda shay wadooyinka mid ka mid ee kugu soo gaara cilmi noocaas inaad maarta cilmi yaqiin oo daruuriya baalira si aad ku diidi kartana ma wajiraba marka mutawaatirka marka waa xadiiska wada farabban ku yimaad oo aad iyo aad u farabban oo maxallihi jiri aad ku qasbantahay marka inaad maarta aad rumays aad ku qasbantahay oo muxuu ahaay khiyaar kala usan ku furneen ilaa aad ka rumays mooyana waxa weeyaan mutawaatirka cilmi noocaas oo kala ayuu faa'iideeyaa ان صدرت وحكم المؤلف رحمه الله تعالى فالاول المتواتر المفيد فائدنا للعلم علم فائدنا اليقين يقيني او خيار كلا او كو بنان مالها الا ان مارت يقينيس او رميس او سدب ادو قادته وقت قصبنت هي ست تلقائيه اي مارت علم نوع سكلوته ان رميس ادكو قصبنت بشروطه المفيد فائد المتواتر فالاول وحكم المتواتر وير المفيد فائدنا للعلم اليقين علم يقيني فائدينا للعلم فائدينا اليقين يقيني ربا ومحو هاي خيار انسانكا فرنين الا اتكرميس ان اتكرميس ما يعني بشروطه كو محو هاي كو فائدينا مع شروطه او شروطه مع الالغام بشروطه شروطه مع توافر الشروط ما ذكرت ايضا شروطه مركه كامل اي نقط ومحو هاي شروطي ان سو شيغنن لهله اي متواتر كا اي كو فائدينا علم يقيني شروطه دي لا وين علم يقيني فائديني ما شروط قاب قيب كميده دا لغه هلو قيبته كلا لغه واينا علم يقيني فائديني ما هي marka mutawaatirka en intaas iyo wax lamida ba inta baan laga sheega waana halkaana ugu gudbeyna wixii ku soo haray waxa weeyaan hata kutubta kala daan gaarna lafteeda oo kuwan kan ka waweyn wix lagu diri karo waxay u noqon doonta maraajiic diisi masadirti iyo kutubta laga qoray en waxa ay rag culimada ka qoray intaas in kutubaha kala bay kugu imaani doonaan insha Allah ta'ala marka mutawaatir intaas ba inta badan loo muhaddisiinta ba loo wa hadlaan sabab baxsigoodana ma aha oo maartii inta badan usuliinta ba maartii aya baxsiyo in muxuu ahaay markay ka hadlayaan sunnada ee bay muxuu ahaay bay keenan mutawaatir iyo ahadi ay u qaybiyaan oo muxuu ahaay in sunnadu waxa way masaadirta masaajid tashriic bay kamid tahay halkaas markaas ay keenan tayib انت مركه او غود متواتر كحكو صار احاد احاد مركه محل يراد تعريفتيسا كو محل يراد حق اللغه محل يراد احاد هرت وجمع احد ويان جمع احد ما يرويه شخص واحد بويان ما يرويه شخص واحد ما يرويه شخص واحد ويان ما يرويه شخص واحد اصطلاحا وحل يراد ما لم يجمع شروط التواتر ام شروط المتواتر ام لا ما لم يجمع شروط التواتر او شروط المتواتر طيب ما عقوق يبسما عقوق يبسما سدح عقوق يبسما سدح مشهور وصامر اي عزيز ايوه اي غريب
عزيز إيه مشهور إيه غريب سدح ده سوق يبسمه. طيب مؤلف مركم حوير رحمه الله تعالى والثاني ميت كلابات أه يعني أقسامتي وصوشة سدح إما أن يكون له طرق بلا عدد معين ومتواترك أو مع حصر بما فوق اثنين لبا وحكبضا وعوي كاسوين المشهور المشهور وين والثاني ميت كلابات المشهور وهو مشهور كان المستفيض مستفيض وين على الرأي على إيه على رأي بعض العلماء على رأي وحاول كفر بضن وأدو استعمال مستفيضك إن علماء الأحناف با أنت بضن أي كبت بضن إن أي مستفيض أي استعمالا. طيب مشهور مركة إن وقيبت كوبات أوه أحدك محلي لا مشهور حق استلاحة حق أرتو اللغة وحلي لا ذا الوضوح والظهور سما الوضوح والظهور وحلوه مع مشهور لظهوره وأم له لوضوحه لوضوح لوضوحه وحاوي حكى له لوضوحه أما محوى لظهوره. طيب أن مشهورك استلاح محلي هذا أسأل مؤلف هو شيء محدد ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر ما رواه هي. ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر محالي لذا وحي وريان هه سدح إيه وحي كبضا أون قارن حد التواتر صما حد التواتر مركا حد التواتر وحان قارن مركا وامحي مركا ومشهور. طيب حد كلا بوضو وضم حفرق ودحي إلا متواتر كين وحان لان وحان سور رجعني ليس له عدد معين متواتر مشهور كانوا حاتري وحاول يحسد حكى باللودة إيه كبضم ويان مركم حامركا لوكا لجرنا يا أو محاور لحياة فرقية مسألة ده سحمرينا بيقوني ذا مركم سومريني وحبان كي إشارني وحالي نكرر وعينا صوب أحد إنسان وحفرق أول لحياة إن هل إلا بو يحط صهيشان درسي قدام إن شاء الله بان 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 سكو مانينا وفن سما وحنا كي إشارنا ملينا درسي هرا. طيب مشهور كمركم حانو نيري تعريف تسمى رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر مشهور كمركم أقسام ليه إن أقسام بوليه هاي لكن هاد أقسام تيسة إيو سيما رح قليه نيه وحد تسع عموما وقاتاون إنو سيد حقيب دو قيب سما وكوي ما ندونا كتباك ركو غي مانا باعتبار الصحة والضعف مركم مشهور ك حاجة صحيح نما الضعف إلى غفيريو أما الصحة وعدمها أورت واقيب مرك الغفير باعتبار الاصطلاح أو النسبة مرك الغفيرين واقيب كلا قيب تنضم مرك سيك لا قيب سميسو وحوي مشهور عند المحدثين مشهور عند المحدثين وعند غيرهم إيه مشهور عند غيرهم عند غير المحدثين ومرك وحاسو قال مرك أصولين مشهور عند الأصولين مشهور عند النحاة مشهور عند الفقهاء مشهور عند عامة الناس وهل لها المجر مرك قيبها أسكلا وحاول مشهور كوانيس لكن إنه هالصدى صنعنا لا قيبين كر إلا وقتها كي أنصار عفر ما نشيجين هذا مرك وحاول وإنا هاي كسي ورقفت إنه أسكنا أو ها أصي كلا قيب سمك مرك كتابك لو كوي ما هذا كان كوين هذا مرك أصي سي أجا بمارتي أو صوم مقلبة نحوها الأركي سمركا. سيدا وحيالها قواعد نوع أكلتها وحيالها مرن والي حفظيها وأنت أو قصت حفظها مرن ست القاوي أسكي حفظني سأو كثرة الممارسة عوض مقلسة هبين دو مقلسة بريان مقل أما كتاب هرت صوم مقشي هبين كتان كل عد كل عد تكون مقشي كي كلا تكون مقشي كي كلا تكون مقشي مركب مسألة مركب مركز صوم مرتوي مهابين صوم مرتوي كل صوم مرتوي وحيبان صوم مرتوي هذا مرد بيسحوي يعني لقاها كبر واسكح بذني ساعات أذون ملاقار من مرقى أذون هيه أذون قرين مرك التعريفات كذا شيء إنه غريب كأي فلان يو مشهور كأي هذا محوها مرة حجر تأنو شيء بدون ومحيله إلى محوها ونقبض بطوح بمبا محوها بنصوش الشيءني مرك حال رواوي تعريفات إلى مارتي أنت كتبت مختصرات كمرة هنا هنا سفع وتركيز زان. طيب مرك إن مشهورك أقسام تاس أيو لي هاي أنت أوبح بحمرك مشهورك شكديسة حكون هان وصو شيء نيو محوه شروطي بالله بنيجا يا
صحيح إنه نقول كرا أسوأ مشهورة أيو ضعيف نقول كرا موضوع نقول كرا حاجة كنا صحيح هذي ونقول كرا مركا لكن محافظي س مشهور ك مركو صحيح كون نقطة أي فائد أولي وحويان مركا لا مقارنة غير كيس أي لقى حق بني أي كحق بني أو لقى هرمرنا يا مركا صار لقى هرمر أو مركا حديث مشهور وصحيحة إمد عزيز وصحيحة مركا سكا قبطان أو استعارضان حديث مشهور ك أو صحيح هذا مرة نساء مركا أنت سفيد نساء عزيز بكون صار عزيز محلي هذا لغة أها حق اللغة لا معنى له أنا من عز يعز أترى مركز مع النقطة يا وكسرة أخسة بمعنى قل وندر يعني وقليل ونادر صما من عز يعز الأخر نساء مركا وحاوي وكسر نساء مركا وحال نقد مركا لي وحاوي وقليل وانا نادر من عز يعز مركا ترى هذا وحاويا ويري هاي وانا نادر ويا معنى طيب اما معناه قال انا ترى هذا من عز يعز سما يعز او بالفتح الاخر مركا اذا وحاوي بمعنى نحو هاي قويه واشتد وحوجوبي وأتكادي ومركا وحوجوبي محامركا مركا صوت الله ما متكر لقلة متكر وحويا معناها مناسب كوي متكر وحويا نحوها من بمعنى قلة مركو نقدة وحلو ما عابي لقلة وجوده لقلته وجوده محيي له رواية اثنين عن اثنين عن اثنين أما محوها هاي إلى لوا مش غير إلا بطاي أساس كل صعدة حديث كنوع سو كل ماذا وحاويا سنة من أول إلى آخره أد بؤيره بل علماء قارئ كتب الأمامين ب مول هلا يبا مول هلا طيب إن كاسمرك وحاويا محلو مغعابي يعني محقلة لو تلمامه لقلة وجوده ويا كان كلون وحاويا أو محواي مرك اللي هذا بمعنى قويا أنا وحلو مغعابي لكونه قوية بمجيئه به بمجيئه من طريق آخر أو من وجه آخر سما وجهي وطريقي وحدا ما غشوا سمتي وسنتهم. طيب أنت مرك عزيزك بامحوها هاي وغبح. حديثك حديث أمثلة ديسي وما لها كلا كأرك دون تاعي. استلاح كوس عرمية. استلاح ما نشين. استلاح وحويا ما تفرد بروايته اثنان في أي طبقة من طبقات الإسناد. ما تفرد بروايته اثنان في أي طبقة من طبقات الإسناد تعريفك لو حافظ من حجر وكنت تعريف يا جرته ألا يروي أقل من اثنين سما ألا يروي أقل من اثنين بكوع يعني طريقة أوير وإنه سن أقل من اثنين وإنه سن إنه سه إنه ورنين مركز تعريفك حوالينا ما تفرد بروايته ما تفرد وحول التفرد ولقون نقض بروايته ورنتيزة اثنان اللواء أيها ألقون نقضي في أي طبقة نه ومن طبقات الإسناد طبقات السنة طبقات كستم طبقون كمدة في أي طبقة من طبقات الإسناد يا محل تفر ملقون نقضي اللونين صوما طيب هل كان مركم حتكفاه ميسا إنه الله والله 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 البخاري إلا النبي صلى الله عليه وسلم الله إنه هذا شرط يا ماي طيب إنه ما رت محشرط يا طبقات أوير إنه يت إنا اللوتها حد كفاهم كرتان مركا هادينا إنا ما طبقات كار هين كبضان كار سوما طبقات قار إنو كبضان كار لباي كبضان كاران طبقات قار لباي إنو كبضان كاران بامحوها هاي أيا أيا طيب والثاني أنا محوها هاي والثاني محو يري مؤلف رحمه الله تعالى والثاني ميت كلابات ماي والثالث ده العزيز ويان الثالث العزيز ويان وليس عزيزك ما هان شرطا شرط وما هان وليس عزيزك موسى هان شرطا شرط وما للصحيح حديثك صحيحه خلافا حالا خلاف سنة لمن زعمه عد شكت قبل ذلك حان ربا مستفيلك ايو مشهورك سي حوق بدن اون راجعه واسكمت علماء قارباك القادين وحير هذا مستفيل وحال يرادان مركز سنة كبداية إلى نهاية أيه
أي سمية أو سدح 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 بخاري الشيخ يسا شيوخ ديس وسدح شيوخ دلوا دو سدح كان قالوا سدح كان قالوا سدح إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالوا إلى صحابي صحابي هذا معون قدي سدح كاسة وحالي من أول سنة إلى آخره مركو سمية أي مستفيل ديلا لكن واحد واحد شرط يا أو مارت الشرط يا سلسكم مرة عسل معنا يعني أرنتا إذا تعريف كان نوع عسل لسكم من عسل حوك بوامحي يا هنا اسم الدين والثالث بحكم العزيز ويان عزيز كمركة وان صوت تعريفيني لغة مصطلحا سما طيب العزيز ويان متك سدحات وليس عزيز كس ما هاني شرطا شرط ماها للصحيح حديثك صحيحة خلافا حال انا كو خلافا لمن زعم عيد الشيكتي عيد الشيكتي إنا شرط التهي معناه زعمه صحة نمدس معناها شرط قاس ومعوها عزيز نمدس إنا شرط التهي عد خلا عد الشيكتي ما الخلاف صنع هوي وافا أنت سوما يعني عد الشيكتي محان خلاف صنع هاي لمن زعمه عد الشيكتي شرط نمدس أوه. عزيزك حديثك إن الله شرطينها صحيح نمدس الله شرطينها عزيز نمدس حديثك صحيح وامرك لليها وحشرت ويرادين إنه عزيز يا أو الرواية دي محوها أي وريان رواية دي يعني لوا 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 سياسة كوريان شرط قاس مركا أرنت أس قلاص يعني شيقتي وحكوت الماما مؤلف رحمه الله تعالى وحكوت الماما يا سدحنن بمد إنك كوباد وحاو أبو علي الجباي وعلماء معتزلة كمدة أسوي حير حديثك صحيح أو حشر دي وحاو يا لوا 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 إنه وريان يعني السنة كيس الطريقة مش أوير طبقات أوير وين ها؟ إلا بوريان أيوة حكى بعضن. وشردي سمر كيس أبو علي جباي وشردي. إمام أبو عبد الله الحافي إني أمحوها أبو عبد الله الحاكم إني سابورنا أصلاً ولا فهمي يعني كلام كيس مركو كهذا عزيزك حديثك صحيح شروط ديس حديثك صحيحة شروط ديس مركو كهذا كتاب كيس لي هذا معرفة علوم الحديث أيوة أصلاً أي لا فهمي إنه شردينا هاي عزيز نمذ. لكن وهم لقوا فهموا يعني كم عدد كم عدد نينك سدحات وأصلاً إشارة أرنت هذا أول شيء وحويان وحويان نقلي هذا أبو بكر من العربي المالكي ابن العربي ويان دو أبو بكر ابن العربي المالكي ويان ومحوها صاحب عارضة الأحوذية آيات ما صحوي كاس ويان أو بكر